في نشرتنا الاقتصادية اليوم نبحث في تداعيات التغير المناخي على الاقتصاد الأردني والأمن الغذائي والجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت واقعاً يجب التعامل معه. ونبدأ من اجتماع اللجان النيابية الذي عقد في محافظة العقبة اليوم لبحث أهم التحديات التي تواجه البيئة والمناخ. فقد ناقش الاجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدى تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره على جميع الاقتصادات القطاعات الحياتية. وبين المجتمعون أن البيئة وتغير المناخ ينعكسان بشكل مباشر وغير مباشر على صحة المواطن أو على طبيعة الأراضي الزراعية أو على الواقع السياحي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. وبهذا الصدد شددوا على أهمية الخروج من هذا اللقاء بتوصيات تدعم اتخاذ قرارات عاجلة للتصدي لخطر التغير المناخي. يعني هذا اللقاء يهدف إلى يعني لقاء تشاوري نيابي مع برلمان المناخ العالمي والاتحاد البرلماني الدولي، ودورهم في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتغيير المناخي، أيضا للتعرف على أهداف وبرامج برلمان المناخ في التصدي لظاهرة التغير المناخي، أيضا التعرف أو مناقشة والحوار في إيجاد بعض الموارد البيئية الجديدة اللي ممكن أنها تساهم في حل مشكلة التغير المناخي الموجود عندنا. العالم كله يمر في تغيرات بيئية وتأثير المناخ يعني بتغير، فبالتالي هذا لازم ينعكس على يعني عملنا وتفكيرنا، وخصوصا فيما يتعلق في التشريعات البيئية اللي المجالس النيابية مجلسنا النيابي بيعمل عليها. ودوليا، أدى ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في الكثير من الدول. ففي إسبانيا وإيطاليا أدى ارتفاع درجات الحرارة جراء التغير المناخي إلى جفاف مياه الأنهار وتعرضها إلى خسائر في قطاع الزراعة وحركة السفن وخاصة تلك المخصصة لشحن البضائع. وفي إنجلترا أدى الاحترار المناخي إلى تعرض جزء كبير من البلاد إلى الجفاف لتواجه هذا العام أكثر المواسم جفافاً منذ نحو نصف قرن، الأمر الذي من شأنه أن يفرض قرارات وقيوداً على استهلاك المياه، وهو الأول من نوعه منذ عام 2018 بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية. وفي الولايات المتحدة أقر الكونغرس خطة الرئيس جو بايدن للاستثمار في المناخ والصحة تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار، منها 370 مليارا تم تخصيصها للبيئة و64 مليارا للصحة. الخطة التي تعد الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة والتي أطلق عليها اسم قانون خفض التضخم تهدف إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحاً تتخطى المليار دولار. ومحلياً نقرأ في خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها على الاقتصاد خاصة الأمن الغذائي الذي يواجه تحديات إضافية اليوم جراء الحرب الروسية الأوكرانية. مع ضيفي عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات، وعبر خدمة سكايب الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. ونبدأ معك دكتور أحمد، اليوم التحدي الأكبر الذي يواجه العالم هو التغير المناخي. الأردن وضع خطة وطنية للتكيف، أين وصلتم في هذه الخطة؟ في
شكرا زميلي لنا إليك ولضيفك الكريم لكل السادة المشاهدين. حقيقة الموضوع التغير المناخي كما أسلفت بتقريرك هو موضوع عالمي بامتياز، ليس حصرا على الأردن ولا على أي دولة أخرى. يتأثر الأردن كما تتأثر الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى. لذلك كان واجب على الدولة الأردنية ممثلة بوزارة البيئة وكافة الشركاء المعنيين من مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف صفا واحدا إلى المنظومة العالمية التي تعنى بهذا الشأن صفا واحدا، وأن تلتزم بهذا بجميع القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها لمواجهة هذا هذه الآفة الخطيرة وهو التغير المناخي. حقيقة وزارة البيئة لم تدخر جهد بهذا المجال، كانت دائما وأبدا على قدم وساق تعمل مع الشركاء الدوليين من خلال المؤتمرات الدولية والتزاماتها اتجاه كل ما ينبثق عن هذه المؤتمرات، الأمر الذي كان ينعكس دائما وأبدا إلى تطبيق هذه الرؤى والأفكار التي كانت تناقش عالميا كما أسلفت كونها يعني هم عالمي بامتياز. فلذلك تنعكس قرارات هذه المؤتمرات إلى جلسات حوارية نقاشية، قرارات مؤسسات معنية بهذا الشأن كوزارة البيئة، وزارة الطاقة، وزارة المياه، وكل الوزارات المعنية بهذا الشأن. الكثير من الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة على وجه الخصوص كما تفضلت، الخطط والإجراءات المنبثقة ضمن تشريعات ناظمة مثل المساهمات المحددة وطنيا، أطلقنا كمان خطة النمو الأخضر بهذا المجال، الحديث عن إشراك القطاع الخاص كان جدا مهم وبالتشارك مع عدد من مؤسسات الدولة الأردنية كوزارة الطاقة ووزارة المياه. مشاركاتنا الدولية كانت دائما تصب وتركز على آخر ما تم إنجازه على الصعيد الأردني حول نعم دكتور أحمد، يعني أفهم من كلامك أن الخطة الوطنية تجري على قدم وساق، ووزارة البيئة تعمل مع الشركاء الدوليين، وأيضا يشارك في هذه الخطة القطاع الخاص، لكن ما أبرز المعيقات التي تقف في وجه مواجهة التغير المناخي في الأردن؟ يا ستي يعني سؤال بقمة الأهمية، دائما الحديث يترتب عن النقص المالي أو المادي أو الدعم المادي، هذا جزء بالتأكيد كبير جدا، وأنا أعول دائما على الجزء الآخر وهو المتعلق بالإنسان نفسه. الواجب على الإنسان المواطن العالمي والأردني جزء أساسي منه بأن أيضا يكون جزء وفاعل بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي بدورها إلى ظاهرة التغير المناخي. لذلك المعوقات المادية باعتقادي بجوز كمان نتحدث عن ضعف التنسيق ببعض المواقف، بعض البرامج، بعض المشاريع التي من شأنها أو من الضرورة أن يكون هناك تنسيق وتعاون سواء كان إقليمي أو دولي. نعم اتضحت الصورة بهذه الجزئية، الوقت يداهمني، عذرا معي ضيف آخر، أنتقل الآن إلى الدكتور فاضل الزعبي. بداية، كيف تقيم خطة الحكومة الأردنية لمواجهة التغير المناخي، وهل نحن نسير على الطريق الصحيح أم أن هناك بطئا في التنفيذ مقارنة مع الجهود على عالمية لنقل؟ التغير المناخي بما أننا نتناوله سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد القطاع الخاص كموضوع ثانوي، سوف يبقى التقدم فيه بطيء ويبقى مبعثر والجهود غير موحدة، وهذا ما يواجه موضوع التحدي أو التحدي المناخي في الأردن هو ضعف الإرادة السياسية من أجل تطبيقه ووضعه فيه على الأجندة، واثنين ضعف التنسيق، وهنا ضعف التنسيق يضرب بعرض الحائط بكل الإجراءات التي تقرها البيئة، لأنه المفروض ينفذها وزارات أخرى لها علاقة بالمياه. ولا ننسى أيضا التمويل، والتمويل له مشكلتين، المشكلة الأولى أو إيجاد التمويل، والمشكلة الثانية ضعف التعامل الحكومي والإجراءات الحكومية الطويلة مع التمويل بخصوص المناخ، بحيث أنه ينتهي مدة التمويل ولم تنتهي الموافقات بعد. هذا يخلينا يعني يجعلنا نحصر كل رد الفعل الحكومي بإصدار البلاغات الوطنية، إصدار الخطة الوطنية للتكييف لعام 21، إطلاق وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخي. هذا كله من منظور الحوكمة جيد مطلوب، لكن ما مدى تطبيق ذلك وإلزام الوزارات الأخرى به؟ خليني أرجع لتقرير جابوا برنامج قبل شوي الأسماك.
مربو الأسماك يشكون من المياه. صحيح. لكن هل أنا في دولة أتمتع بالثراء المائي بحيث أنه أعطي هذه المساحات المفتوحة لتربية الأسماك فيها؟ طبعا لا. هنا يأتي دور القوانين والحوكمة والتغيير والسياسة الوطنية للتغيير المناخي بأن تربية الأسماك هنالك طرق حديثة، هنالك النظام المغلق. نعم دكتور فاضل، وهذا يقودني للحديث عن موضوع واقع الأمن الغذائي محليا، يعني كيف تصف واقع الأمن الغذائي في الأردن؟ لا أنا مشان أعطي الصورة بس عن الأمن الغذائي، الأمن الغذائي هو هنالك ثلاثة أضلاع أسميها دائما ثالوث الجوع التي تهدده: النزاعات وزي ما شفنا في أوكرانيا، الركود الاقتصادي وإحنا شايفين العالم كلياته وين، والتغيير المناخي. مشان أعطي فكرة للمستمع، الركود الاقتصادي دفع 30 مليون شخص العام الماضي للوقوع في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد، علاوة على 40 مليون في العام اللي قبله. لكن في التغيير المناخي 8 مليون شخص دفعوا إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد العام الماضي، إضافة إلى 15 مليون في العام اللي قبله. إذن الموضوع كبير جدا. نحن الآن إذا جينا على المؤشرات اللي أصدرت من الإيكونوميست في الفود سيكوريتي داشبورد السابق، وحتى تقرير حالة الأمن الغذائي اللي هو صوفي اللي بتصدره منظمة الأغذية والزراعة اللي صدر قبل أسبوعين، إذا جينا على موقع الأردن فنحن في موقع متوسط، لكن هذا الموقع المتوسط لا يجعلنا نرتاح ونرتخي، لأنه الظروف والصدمات التي تهز هذا سوق الغذاء العالمي خليني أسميه راح تكون أقوى من تحملنا إلها. لذلك لابد من أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة، هذه الإجراءات تفعيل الأب الشرعي للأمن الغذائي وهو المجلس الذي أنشئ حديثا، تفعيله بحيث يقوم بخطواته من أجل أولا تحديد الخطوات الاستباقية، تحديد تنوع مصادر الاستيراد، الدعم بالتكنولوجيا والتحول إلى الأنظمة الزراعة الذكية مناخيا اللي هي مثل ما بتحكي فيها منظمة الأغذية والزراعة لعدة سنوات، اللي هو التحويل نظم الغذاء. نعم، إذن هي منظومة متكاملة. دكتور فاضل اعذرني، أريد أن أعود إلى دكتور أحمد. دكتور، ما هو الدعم الدولي الذي حصل عليه الأردن حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بجهة التمويل؟ شكرا مرة ثانية زميلي لنا. حقيقة الحديث حول هذا الموضوع باعتقادي يعني لم يحن الوقت للحديث عنه وما مقدار الدعم، ولكن الجهود التي يبذلها طبعا تبذلها الدولة الأردنية ممثلة طبعا بمعالي وزير البيئة هي جهود على قدم وساق بطريقة مستدامة مع كافة الجهات الدولية للحصول بالنهاية على ما تم إقراره بقمة غلاسكو الأخيرة التي عقدت. نعم دكتور أحمد، لكن أنا محصورة في الوقت، ما هو الدعم الدولي الذي حصل عليه الأردن؟ هل هناك دعم في يتعلق بالتمويل؟ بالتأكيد سوف يكون هناك دعم، ولكن في الوقت الحاضر لم يتم الإعلان عن رقم أو يعني مبلغ معين اتجاه هذا الموضوع. نعم، وسنتابع هذا الملف بالتأكيد في نشراتنا المقبلة. شكرا لكما ضيفي الكريمين، كنت معي عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات، وعبر خدمة سكايب الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي. طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والتعليمية المعمول بها والتي أدت إلى تضييق الخيارات الاقتصادية أمام الشباب والشابات. وألفت المرصد في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب إلى أن معدل البطالة في الأردن بين الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 عاما و 24 عاما ومن غير الجالسين على مقاعد الدراسة تبلغ 47.7%. وقال إن استمرار تطبيق السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية غير العادلة أضعفت قدرات الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد. ويدخل سنويا سوق العمل نحو 120 ألف باحث عن العمل، في حين يولد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.